اليوم ومن 40 سنه في عدد الاهلي الصادر اليوم الاحتفاء بختام بطوله الدوري ابطال الدوري. شكرا الاحتفال بتسلم الدرع في استاد الاهلي وبالسلام في امام طلائع الجيش، ومتابعه مهمه جدا سواء لمشوار الدوري للابطال او لكواليس المشاركه الافريقيه وتاهل الاهلي الرائع والمبدع على حساب الوداد المغربي الى الدور النهائي بعد فوز رايح جاي، حاجه ما عملهاش الا الاهلي في نصف النهائي الافريقي. ده اللي كان في عدد الاهلي النهارده. اكيد وحشتك واشتقت للاهلي من 40 سنه، كان فيها ايه؟ نشوف هذا التقرير. مجلتنا من 40 سنة. مجلتنا منذ 40 عاما وتحديدا في عددها رقم 335 والصدر يوم الأربعاء الموافق 14 من مايو لعام 1980 ميلادية، جاء عنوان صفحتها الأولى الرئيسي أياكس الهولندي أمام الأهلي 25 من مايو بالإستاد، وفي باقي العناوين انتهت مشكلة مدحت وهمام مع الامتحانات، أبطال الدوري مستعدون للقاء المحلة بعد غد الجمعة، حفل الأهلي ترعاه سيدة مصر الأولى، غزوة السويس بداية انتصارات الأهلي في خط القناة، الأهلي ومنتخب الشركات الجمعة 13 من يونيو باستاد الإسكندرية. وفي صفحتها الثانية أجرت المجلة حوارا فنيا رائعا مع عادل إمام أو الكابتن زيكو كابتن الأهلي، ولكن في السينما فقط، والذي أكد خلاله أن إكرامي أحسن حارس مرمى في إفريقيا كلها، ووصفه بأنه ممثل جيد وتجربته في السينما ناجحة تماما. وأضاف الزعيم أن الأهلي من حقه التتويج ببطولة الدوري لأن نفسه طويل وأهداف الدقائق الأخيرة دليل على الفوز. أما الصفحة الثالثة فركزت على انتهاء الأزمة ودخول مدحت رمضان وماهر همام ثنائي الأهلي الامتحان، وفي عموده لحظة صدق تحدث الكاتب الصحفي الكبير عزة السعدني عن القضية المثارة أمام محكمة منطقة القاهرة لكرة القدم والخاصة باعتداء لاعبي الزمالك تحت 21 عام في مبارتهم أمام الأهلي على حكم اللقاء بالسب بالقول والفعل، وهو ما أثبته الحكم في تقريره. وتخوف الكاتب الصحفي وقتها من طول مدة دراسة القضية حتى يتوه تقرير الحكم وتأكله الفئران المرحة في منطقة القاهرة. وفي الصفحة الخامسة تحدث المايسترو صفوة عبد الحليم عن فوز الأهلي في الدقائق الأخيرة وأنها أكبر دليل على الإصرار واللياقة، كما أثنى على براعم الأهلي مؤكدا أنهم أثبتوا جدارتهم وتوقع لهم مزيدا من النجاح. أما محمد عامر جوكر الأهلي فأكد أن المارد الأحمر هو الفريق الوحيد الذي يستحق التتويج بلقب الدوري. وألقت المجلة الضوء على ربيع ياسين الظهير الأسمر الصاعد القادم من مركز الفشن إلى مركز الظهير الأيسر. وعلى صفحتين كاملتين تحدثت مجلة الأهلي عن المهزلة غير الأخلاقية التي شهدتها مباراة الفريق تحت 21 عام أمام الزمالك ضد حكم المباراة الذي أكد أنه لن يدير أي مباراة لأشبال الزمالك إلا بعد صدور القرارات الرادعة. وفي الصفحة العاشرة نعت المجلة رحيل عبد العزيز همامي صخرة دفاع مصر والنادي الأهلي، والذي وصفه أمين شعير بأنه كان عملاقا بين المدافعين ونموذجا للوفاء للنادي الأهلي. أنا لما بتابع الأهلي أو مجلة الأهلي من 40 سنة تشعر كأنها تكتب اليوم، نفس القضايا، العدالة المتأخرة وتطويل الإجراءات في أنك تفصل تقارير الحكام، التقارير ويقول لك قبل أن تأكل الفئران. بعدين لفت نظري برضو أن يعني الأهلي كان يقيم حفلة دائما مع إنجاز البطولة تحت رعاية شوف سيدة مصر الأولى وكبار كبار الفنانين. نرجو أن يعود هذا التقليد الجميل المبهج في تكريم بطل الدوري اهو. يعني يا ريت نقدر نراجع الكلام ده، وهناك الكثير من الفنانين الأهلوية يحبوا يشاركوا في هذا الكلام. كمان فكرة
استضافه الفرق الكبرى. انا نفسي تعمل يا استاذ ابراهيم، لان دايما حتى في انطباع وكان الاهلي ليس هو الاكثر استضافه ولقاء مع الفرق العالميه والاكثر تحقيقا للفوز عليها، لان برضو دي كادت ان تطمس. الحلقه الجايه نقول لك ايه حقيقه الاهلي مع الاجانب. كل لعبنا كم فرقه وكسبنا كم ماتش وخسرنا كم ماتش، عشان تكتشف انك انت باي فار انت صاحب المكان الاول ايضا.